خليه يسوي لنا فيديو زي ده من الخرطوم. جيبه جغمت برهان على الحوام مباشره. جيبه جيبه يا زول جيبه. هذا هاي ما تتصالق لي يا زول هاي. جيبه جيب زي ده ردمت برهان. شوف عشان كده نحن بنردم ناسنا. دير شماليات ردموا زوله. ما في تاني حاجه اسمه ده زولي وببقى لي ردم جغم من طرف يا زول. انت فهمت كلامي يا زول؟ ما في كده. نحن مع الشمالي كده 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 نحن يساوينا يا صاحبي. كده نحن ده الثوره اللي نحن دايرينها هنا. كده نحن مع الشمالين الشرفاء سمسم. ما في تاني زولي ولا حبوب اي زول. حركات مسلحه يترجموا كلهم ارزقيه ولا كلشت كلهم جت عبد على وراسهم عبد الواحد ده كلهم. عشان كده توحيد الزرقاء ده ماشي كويس. شغل ماشي فل يا زول. نرجغمهم نرجغمهم. شفت من انا هسي ماشي لكم في توحيد الزرقاء ده ماشي. واصله ده سير ماشي. لكن لما نلقى في ناس بتمحرقوا كده في الميديا لازم نرجغمهم لك كده. شفت انا كده بوجع لك كده يعني نديم 20 دقيقه كده جغل. ما في زول يصعلك لي هنا قاعد لي برا يا زول. طيب شفت الشغل ده ماشي وين؟ شيروا لنا يا جماعه شيروا لنا عملوا لنا شير. شيروا شيروا ده ما في مصلحتكم مهما مرقتم. مليونير الاولى الثانيه الثالثه الرابعه قال نفرين لو قال لك راسك ما فهمش. اربع مليونيات لم تاتي بنجاح. فلتفتكروا لو استمرتوا الف حتنجح. ما حت الدوله ما حتست ما حتتاثر بشيء لانه طالما هم الان حراميه بيشيلوا حقك وبيدوا لي عسكري اخوك عشان يقتلك هم ما خسر عني حاجه. وفي مجتمع دولي داير الشعب السوداني يتخلص يبدا بسيط. وداعي الناس معينين في السودان ده سواء كان احزاب او حركات مسلحه او برهان او حميتين وميليشيا. فالمواطن حيصبح ضحيه. اذا اردتم حل السودان ما تشتغلوا بكلام الناشطين في السوشيال ميديا، ما تشتغلوا لي بكلام اخونا احمد كسل البفتي بين الناس. هو رجل كان قومي لكن الان اصبح الحرب على المصاري بيدعو للناس الزرق يتوحدوا ويشيلوا سلاح عشان يقتلوا ابناء وطنهم اللي هم السودانيين. ما تتبع عليه كلامه ولا تسمع عليه كلام اللايفاتيه وكل المفتنين والعنصريين اللي بقيوا في مأهلهم والكلام فرضا ابعدوا من دوهم زر. توحيد الزرق وصلوا ولا ما وصلوا؟ لا بقرون وصلوا ولا ما وصلوا؟ قال لك احمد كسر كان قومي لكن بقى يدعو لتوحيد الزرق. اي زول يكتب لي توحيد الزرق معناته الكلام خش الفوق دق زي دق. شغل ماشي صح. ده ما جنجويتي جنجويتي رباتي تابع لموسى هلال يا صاحبي تابع لموسى هلال وعبد الواحد النتن العفن الارزقي الخاين الخان اهله الما امن اهله الما قدر يحمي سيسين في دارفور. ودى ناس موسى هلال في الجبل فوق ودان في جبل مره وبيطلعوا الذهب بيدوا له هيمتي يودي الامارات يبيعوا وبعدين يتقسموها بيناتهم. تقول لي شريف تقول لي ثوري ثوري بتاعت حبوبتك ما جبنا لكم الفيديوهات اكرر لكم تاني. والله هسي اقفل اللايف ده ارجع افتش وشفته واجيب لكم هسي الناس اللي قاعدين في الجبل تابعين لموسى هلال عشان لو لانه الفيديوهات هنا تحت الصور تحت. والله هسي ده تقل ادبكم هسي بشيل الفيديو ده برا هسي بجيبه بعدك تاني الشير ده فوق. يا زول يا تو بتاع انت بتتكلم في يا تو دير ارزاقين يا زول. شفت زي المرة الشمالية دي جغمت شفت هناي ده جغم زي ده نجغم ناسنا دي جت توحيد الزرقاء نحن ملايش بس. وصلوا ولا ما وصلوا؟ لا لا توحيد الزرقاء ده راس الخيط وصلوا ولا ما وصلوا؟ ضربناه ضربة من حديد ولا ما ضربناه؟ يا ابن الكلب كشفوا له. إذا أردتم حل السودان ما تشتغلوا لي بكلام الناشطين في السوشيال ميديا، ما تشتغلوا لي بكلام أخونا أحمد كسل البفتي بين الناس. هو رجل كان قومي لكن الان اصبح الحرب على المصاري بيدعو للناس الزرقاء يتوحدوا ويشيلوا سلاح عشان يقتلوا ابناء وطنهم اللي هم السودانيين. ما تتبع عليه كلامه ولا تسمع عليه كلام اللايفاتيه وكل المفتنين والعنصريين اللي بقيوا في مأهلهم والكلام فرضا ابعدوا من دوهم ذاتهم. معظمهم مجندين لاحزاب سياسيه وحدين منظمات اجنبيه مهمتهم بس يزرعوا الفتنه والناس تندق وتتبلى وتتفرتق وتتشتت. إذا أردتم حل السودان ما تشتغلوا لي بكلام الناشطين في السوشيال ميديا، ما تشتغلوا لي بكلام أخونا أحمد كسل البفتي بين الناس. هو رجل كان قومي لكن الآن أصبح الحرب على المصاري بيدعو للناس الزرقاء يتوحدوا ويشيلوا سلاح عشان يقتلوا أبناء وطنهم اللي هم السودانيين. ما تتبع عليه كلامه ولا تسمع عليه كلام اللايفاتي. أكتب أكتب توحيد الزرقاء يا زول. أكتب توحيد الزرقاء. راس الخيط وصلوا ولا ما وصلوا؟ ده الواحد محمد نور النتن العفن الجبان الخسيس الوسخ يقول لك قال 2017 قال موسى هلال جاء صحو الضمير عليك دينك. شو الكلام ده ويتفق معه هسه جماعه موسى هلال في الجبل. يا تصور انت بتتكلموا فيها، يا تصور بتتكلموا فيها، يا تشرفات تتكلموا فيها.
ما تضحك، ما أبسين ما يضحك إلا بسنين، ما تضحك لمني، أنت أسفت من مني وأنت أكعب منه وأنت خسيس أكتر منه وأنت عفن أكتر منه. تتكلم كيف؟ يا أنتوا قيادة، شوفوا لكم قيادة، كلمناكم 60 مرة قلنا لكم شوفوا الناس الحركات، شوفوا لكم قيادات جديدة ونحن خلونا في مليجتنا. نحن ما تاني نهاية حركة ده ما بنتفق معه، أنتوا حركات أي خلاص أبقوا حركات بغادي، لكن شوفوا لكم قيادات جديدة، ما بتمثلونا، مثلوا نفسكم، نحن مليجة، ويا زول ما داير يتوحد ما عارف يتوحد، الزرقاء بتتبلى، الجنجويد بعرفه طبعا، الجنجويد هسي بعرفه عندهم اجتماعات، أديل بعرفه الناس اللي توحدوا منو، القبائل اللي توحدوا في توحيد الزرقاء منو، وكم في المية، أنت تتكلم أنت وهم ولا شنو، عندهم مصادر يا زول، والإدارة الأهلية كلهم تابعين لهم. بيعرفوا القبائل اللي توحدت الليله خطت يدها كده كده بصمت بالعشره زي ده في توحيد الزرقاء منو وكميتهم كم وعددهم كم عارفين الجنجويد الكلام ده انت تتكلم كيف؟ عارفين عارفين يا صاحبي فتعال طوالي اعمل كمباك 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 ارجع يا زول ارجع تعال اقعد مع الناس يا زول اقف مع الناس اقف مع اخوانك هؤلاء الرجل يا ولد احمد بيطلعوا ميتين ابو اهلك زول عليك الله بيته انت بيتك ما نظيف تمشي تقول لي قال دار تنظف في بيت جيرانك تنظفه انت دارفور دي ما امنتها الناس مجهجهين ميتين زراعه ما قدر يزرعوا حاربهم اقتصاديا بيدخلوا البهائم بياكلوا الزراعه حاصرهم لك في المعسكرات 19 سنه تقول لي قال لا لا انا سلميه نمشي ناس الخرطوم ناس الخرطوم ده قبل اليوم ناس الخرطوم يتكلم وقال لي انا دارفور 18 سنه حملت السلاح ما سقطوا البشير نحن سقطنا قالوا عليكم ولا ما قالوا عليكم قالوا لك وثاني ممكن يقولوا عليك ثاني ممكن يقولوا عليك انت بتلعب ليه ولا شنو؟ هزول هزول لا دردم بس ولا جخم شفت انا زي الشمالي دي ثاني اكررها ثاني اكررها انا دير ناس احرار زي ده دير ناس احرار زي ده زي الشمالي دي شمالي دي حرة 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 بنت الرجال ها يا خسيس انت ابقى زيها بس اتحرر زيها لا تحرير عقول ده ما في يا هدى تحرير العقول جد 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 الله خلقه يا هدى شفت الشمالي دي لما تقى زي دي انت معناته حررت عقلك تقى زي ده تبقى الاصل من الشمالي دي كويس يا جماعة دير اجيب لكم كلام الاحزاب الناس يعمل لنا شير كويس الناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر لا 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 توحيد الزرقاء بس تقول لي سكان اصليين ولا سكان زفتي بس توحيد الزرقاء ده ما تكتبه انت ها خايف منه فرحان ايوه فرحان رجاك الله وشحت ربي عليه نعم ده ضرب صاقعه قتله نعم فرحت الله ورجال الله نعم يا بنياك قتلوا ولاداتنا رجاك الله عليه بس انا فرحان يمسكوا في خشمه ده الوسخ الحرام العفي سراق الذهب الوسخ كمان اجيب لك حمتي حمتي اسمه ما بيعرف يكذبه اسمه ما بيعرف يكذبه مدنيه يا خاله مدنيه التحرير الجد تتحرر من اي قفوط تتحرر من اي وسخ تتحرر من اي عفن وعميل وخسيس زول سنه ما حماك سنتين ثلاثه خمسه سته عشر سنه انت لو ما حمار تتابعه المهم هنا ما عندنا شغله توحيد الزرقاء ما انا حبابك الف ما انا تتفجخ تركب لما تتكيف زاده انت قال لك احنا فاضيين لك عندنا لك حاجه جنجبيتي خبطوك والله العظيم ولا عندنا لك حاجه اليوم ده بننبسط ذاته بنجيب حلويات وبتاع وناكل هنا اوهم ولا شنو يا زول طيب نمشي نمشي للاحزاب بعد ده اوب 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 الاحزاب بعد ده لسه بس معلش يعني الجزئيه دي هي الحمد لله شكرا جزيلا جدا ف بما قبل شنو؟ بما قبل المجزرة بتاع ضد الاعتصام في مسألة التفاوض وتثبيت كل ما تم الاتفاق عليه. شوف الكلام ده كيف؟ نفس السيناريو الآن بيحصل في الانقلاب ده. تثبيت قالوا كل ما تم الاتفاق عليه في التفاوض. بقت مسألة شنو؟ المجلس السيادي، المجلس السيادي بقت فيه العساكر كم والمدنيين كم؟ قاموا قالوا دي مسألة وبالإضافة لمسألة الرئاسة تحت المجلس السيادي. يكون مدني ولا يكون عسكري دي ما هي القضيه كانت هنا الخلاف كله كان في الحته دي طيب معلش يا وائل بس لحظه معلش
الناس، انا ما احب اقاطع الناس. المؤتمر السوداني قال الكلام ده وين؟ لانه انا بتذكر ما قالوا خالد الشيخ في الصفحه بتاعته دقيقه على الاقل ما تقابل يا جماعه. قالوا خالد الشيخ قالوا خالد الشيخ في صفحته في الفيس بوك شارك عليها. معناته الوساطه يا لؤي يا اخي انا جايك اذكر لي جايك الوساطه عليك ما تقاطع يا اخي. يا اخي الله يجيبك اصبر يا اخي اكمل كلامي انا ما جايك بس انا واحد واحد. بس انا داير اوريهم انه انا قايت لكم في حلقومكم، لكن نسمع كلام ابو رحف قال شنو. ابو رحف قال شنو معاهم يا جماعه؟ اتقوا الله في الشعب السوداني، اتقوا حتى الان خطاب الحريه والتغيير اللي انا حضرته قبل يا اخي يا اخي يا اخي بيانهم الان قريته قبل حتى ما فيه جسم ثوري واحد لجان المقاومه. انا ما اقدر اقول كلام يضر الثوره في الوقت الراهن، لكن حتى لجان المقاومه ما فيه يا اخي. الناس اللي بيموتوا ديل وقود الثوره اللي بتستخدمون كوقود يا خالد معلش، يعني شنو تحفظك على لجان المقاومه رايت ناو؟ اوكي انا ما عندي تحفظ على لجان المقاومه، لكن خطاب الحريه والتغيير الجبال الحريه التغيير دي ما بتمثل اي زول. احنا ما قلنا احنا الحريه والتغيير. لا لا هم